دياجو مارادونا. امبارح انتشر خبر موت مارادونا ساحر المستديرة، أحد أشهر لاعبين كرة القدم في العالم، يلي له إنجازات بكأس العالم وبالنوادي الإيطالية، يلي حقق كأس العالم 1986 مع بلده. هاي الأرجنتين يلي هي عبارة عن مدرسة لتخريج اللاعبين مثل البرازيل طبعا، وكان آخرهم ميسي. أنا كنت صغير كنت تابع مباريات مارادونا وكنت معجب كثير بلعبه. طبعا هو مرسوم بقلوب يلي بيحبوه، بس هون نحن في مدينه ادلب رسمناه على جدران بيوتنا اللي دمرها بشار الاسد وحلفائه. طبعا هون في ناس بتتابع الرياضه وبتعشق كره القدم. نحن اصرينا نوصل هاي الرساله من على بيوتنا المدمره ليشوف العالم انه هدول الناس اللي كانوا عايشين حياتهم الطبيعيه كيف تحولت بيوتهم لانقاض.